أشكر المنظمين من مؤسسة كونراد أدينور وأيضا من مبادرة سلمى ديالوج اللي كتربط ما بين القارة الإفريقية وما بين أمريكا اللاتينية. هذا اللقاء اليوم اللي هو حول الحكامة الدامجة والريادة المبدعة من أجل دعم المساواة بين الجنسين. ففي هذا اللقاء قدمت الإنجازات المهمة اللي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب جلالة نصره الله فيما يخص تفعيل المساواة بين الجنسين، والمنجزات المهمة أيضا فيما يخص تكريس المساواة في دستور 2011 والقوانين الانتخابية اللي مكنت النساء أو رفع عدد النساء في البرلمان وفي المجالس المنتخبة وعلى رأس عدد من المدن المغربية المهمة والجهات المغربية. فأيضا قدمت الاهتمام ديال البرنامج الحكومي بدعم مشاركة النساء في جميع المجالات، تفعيل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وخاصة دعم مشاركة النساء في الاقتصاد أو في المجال الاقتصادي، لأن هذا رافعة أساسية من أجل مشاركة النساء في القرار وفي يعني اتخاذ القرار. ففي هذا الإطار قدمت أيضا البرنامج أو استراتيجية جسر لوزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة، اللي في إطار هذه المرجعيات اللي تكلمت عليها شغلنا على استراتيجية اللي الهدف ديالها هو أولا رفع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار طلقنا برنامج جسر التمكين والريادة مع جميع جهات المملكة اللي تسجلت فيه حاليا 64 ألف امرأة واللي كنواكبها عبر منصات رقمية للتكوين ولتحديد مشروع مهني وأيضا للولوج إلى الشمول المالي. نبغي نشير أيضا باش المرأة تقدر تساهم بواحد الشكل كبير في المجتمع، خصنا نحميو المرأة وخصنا نخلقوا بيئة حامية وداعمة للنساء، وهذا علاش المحور الثاني ديال الاستراتيجية كيركز على الحماية للنساء ومساهمتهن طبعا في مجالات جميع مجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في المجتمع. ونبغي نشير إلى أهمية الأسرة، وهذا رافعة أساسية، لأننا إلا وكبنا الأسرة المغربية باش تكون واحد تنشئة اجتماعية للأطفال منذ الصغر، اللي هي تنشئة كتدعم المساواة وكتدعم الفتيات باش يكملوا بعد الدراسة ديالهم باش يكملوا يعني المشاريع المهنيه اللي بغاو يشتغلوا فيها. وبهذه المناسبه نبغي ننوه يعني المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها بلادنا تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله نصره الله، وخاصه مراجعه مدونه الاسره اللي طلب صاحب الجلاله نصره الله جميع القوى المجتمعيه باش تشتغل على تعديل المدونه من اجل باش تكون عندنا واحد الاسره متوازنة اللي كتشارك فيها المرأة والرجل في طبعا تطوير الأسرة، لأن مؤسسة الأسرة هي مؤسسة أساسية في المجتمع، ولا نجحنا الأسرة المغربية غادي ننجحوا المجتمع برمته. طبعا هاد المراجعة غادي تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الأساسية لبلادنا اللي متفقين عليها جميع، اللي هي المرجعيات أو المقاصد الشريعة الإسلامية، اللي هو انفتاح المجتمع المغربي على المبادئ الكونية، اللي هو أيضا ثقة المغاربة في بعضياتنا. الحمد لله احنا تنثقوا في بعضياتنا وكنا تنبغوا المصلحة ديال بلادنا، فإن شاء الله جميعا يدا في يد غادي نخرجوا مقترحات اللي غادي تكون تقدم صاحب الجلالة نصره الله باش تكون الأسرة المغربية هي الرافعة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا. وشكرا لكم. Merci.